بندقية كلاشينكوف تم العثور عليها في منزل معمر القدافي أثناء تحرير باب العزيزية يوم 23 أغسطس، وهذه البندقية هدية لمعمر القدافي من الرئيس البلغاري. هذا السكريو مطبوع عليه، بعض البيانات. طبعا هذه واحد من الأسلحة المميزة اللي تم العثور عليها في منزل معمر القدافي، تعتبر أشياء ثمينة. هنا موضح رقم التسلسل بتاع البندقية وتاريخ الصنع بتاعها، اللي هو مصنوع في 1968 فرنجي، وهذا رقم التسلسل بتاعها. طبعا البندقية يعتقد انها مصنوعة من مادة الفضة او السيليستين ستايل ستيل. الكرنيه اللي موضح عليه بيانات اللي تثبت ان هذه البندقية هدية من بريزيدنت اوف بلغاريا.